انا اللي بيساعدني ان انا بقضي وقت معين كده في الجيم، بتبقى فترة رفاهية شوية. بتطلع السلبية بص في كلها. انرجي طبعا طبعا، دي افيد حاجة. طبعا. وانت بقى يا زكريا، اكتر حاجة بتخليك سعيد؟ اسمع اغاني قديمة بجد. تسمع لمين؟ لوغدة، شادية، فايزة انت احمد. قديم قديم بقى يعني، كله القديم. بتسعدني الاغاني دي. والله يا جماعه اتشرفت بيكم، انتوا لذاذ جدا ونورتونا في عيش سعيد واي تي سي. ميرسي جدا. كنت قاعده كده وفجاه لقيت مجموعه فنانين قاعدين بيتناقشوا في ادوارهم اللي جايه، فتطفلت عليهم وجيت اتعرف عليهم كده واشوف رايهم ايه في الموضوع اللي بنتكلم فيه النهارده. مع الاول معانا ولاء، الفنانه المعروفه. مش عارفه ابي. وابنوب، انت ممثل ومخرج وموديل اعلانات وفي حاجه تانية؟ كفايه كده. طب انت كده بالنسبه لك تمام، كاميراتنا واضاءاتنا زي تمام الأمر. يعني في اي تعليق لا لا لا. عايز تغير مكان لا لا حاجه؟ جميل. طب بنعكس الكاميرات. لا لا. طيب الاول انا عايزه اقول لكم، انا بتكلم في موضوع النهارده انا وزميلتي لينا، بنتكلم عن ان العتاب على قد المحبه. دايما الناس اللي انت بتبقى زعلان منهم لو هتيجي تعاتبهم يبقى معروف ان انت يعني باقي عليهم. ده حاجه انتم موافقيني فيها الاول؟ العتاب جزء من المحبه. طبعا. لان انا لو مش باقي على البني ادم اللي قدامي انا لا يمكن اعاتبه. فخلينا متفقين ان انا لو زعلان من سهى هاجي اقول لسهى انا زعلان منك، علشان سهى تغير الموقف اللي حسسني ان هي مهمله فيا، مش عايزه نتعامل مع بعض، اتصرفت تصرف بالنسبه لي انا كنت حذرتها منه اكتر من مره، فهي قررت تعمل ده. فلاني باقي على سهى او باقي يعني على علاقتنا ببعض، بروح ببساطه بقول لها انا بعاتبك في الموقف الفلاني. قبلت العتاب، ده دليل على ان في محبه. انا بالنسبه لي ما بعاتبش في حالات معينه. ايه بقى هي؟ هقولك. اولا انا ما بعاتبش انسان انا واثق ان هو ما بيحبنيش. طيب. لان هو مش هيقبل العتاب. صح، اكيد. ولا يمكن اعاتب انسان متكبر برضو. حلو. لانه برضو لا يقبل العتاب. يعني لا هعاتب انسان ما بيحبنيش ولا هعاتب انسان متكبر. تمام. انما اعاتب انسان بيني وبينه دله، او بيني وبينه علاقه صداقه، او علاقه مشاعر لطيفه. تمام. مش شرط يعني نكون بنحب بعض، انما ممكن نكون اصدقاء وبنحب بعض. يعني هو العتاب في كل العلاقات مهم جدا. طب انت سهل ان انت تعاتب حد؟ يعني انت ما بتتكبرش؟ يعني تحس ان الموضوع تقيل على قلبك ان انت تروح تعاتب حد؟ لا نيفر. لو انا بحب البني ادم ده او هو باقي، يعني انا باقي على وجوده في حياتي وحاسس ان هو باقي عليا في نفس الموضوع، هروح اعاتبه جدا واتكلم معاه واقول له على فكره الحته الفلانيه دي بس انا قلت لك ما نعملهاش وانت كررتها اكتر من مره. طب وامتى بتوقف عتاب بقى؟ لما بلاقي الموضوع اتكرر اكتر من مره، ولما بحس ان هو لا ده مش فارق بقى. فانا عاتبك ليه؟ بحس بقى ان هو خلاص انا بقرر ان انا مش هعاتب تاني، وعاده ده بينتهي الى ان العلاقه بتتقطع تماما. تمام. ولاء معترضه، انا شايفاكي معترضه على الموضوع. معترضه على ايه انت يا ولاء دلوقتي؟ لا، هي فكره العتاب بالنسبه لي مع اشخاص معينه طبعا زي ما بنوب قال، بس بحكم تجاربي مع اصدقائي او في الحياه العامه عموما، لا زهقت من العتاب قوي. يعني وصلت حتى لمرحله اللي انا في ناس مقربه مني قوي قوي قوي، لا مش هعاتب خلاص. انتوا عارفين ايه اللي بيضايقني وايه اللي بيفرحني. انا حاسه ان طاقتك خلصت بدري. ليه؟ مش قادره ولا حاجه. لسه صغيره خالص والله. انا ماليش مزاج يا جماعه، مش قادره. انا دهنه فولترين ومحدش يكلمني. ايوه انت درساني قوي. في ايه؟ لا بس فالحقيقه اسهل من كده بكتير. انا وصلت لمرحله اللي انا خلاص في حاجه اتكررت خلاص ابعد. ودي اللي ماشيه بقى دلوقتي، يعني بتتكرر معايا الايام دي كتير جدا. ممكن بس طبعا مش مع الناس العزاز قوي. لاني مش يعني موضوع العتاب ده انا بالنسبه لي معايا انا الموضوع بتاع العتاب ده غالي قوي.
طب انت من الناس اللي هي ما بتحبش حد يجي يعاتبها كتير؟ يعني مثلا بتحسي ان ده بيضغط عليكي نفسيا؟ انتوا كل شويه تيجوا تعاتبوني انا خلاص بقى خالص. وانا يعني يا جماعه عايشه بني ادم عادي ممكن اغلط يعني دعونا ننسى اخطاء الماضي ونعمل اخطاء جديده خالص. معروفه خالص بالعكس، ده انا بفرح جدا لاني لما بتيجي تعاتبيني مره واثنين وثلاثه ده انت كده بقي عليا قوي. انا لسه معتبها معاتبها اما ممكن افك ما بينكم عادي. احنا مجرد ما اتكلمنا احنا فكينا يعني الحمد لله العلاقه قويه. طب الحمد لله بس فوصلت المرحله دي للاسف. دي حاجه مزعلاني على فكره. يعني مش حاجه، لا حاجه مزعلاني جدا ان انت ما عندكيش القدره ان انت تعدي. بقيت خلاص. بس بتوصلي المرحله دي بعد كام مره عتاب؟ والله يعني اللي انا فيها دلوقتي لا بعد كتير، وهو ممكن يكون شاهد على حاجه. لا بعد كتير. لا ده انتوا انا مش قايمه من هنا غير لما تجيبوا بعض من شعركم كده. انا هولعها واقوم. مش ما هو كان بيني وبين كده يعني اشخاص تانية. في اطراف داخله. أيوة في الموضوع. أيوة. الموضوع كبير. لا نناديهم بقى يعني نشوف هم مين ونجيبهم ويقعدوا معانا. خالص يعني في حاجات تانية اهم يا جماعه والله بجد. في حاجات طبعا عاتبوا اللي بتحبوهم. عاتبك على ايه ولا ايه ولا ايه؟ بس انت جبتي من الاخر. بس خلاص. بس برضه الفنان عمرو دياب قال لك من العشم بعاتبك ومن باب المحبه. عاتبت كتير بقى والعشم خلاص بقى راح، يعني وصلني لمرحله اللي العشم خلاص. انا مش بتكلم على حد معين بس انا وصلت لكده في حياتي. بس طب ابو نوب انا شايفاك متصالح قوي مع نفسك صح؟ الحياه فيس انا يعني ربع سلامك النفسي ده هيعيشنا كلنا زي الفل صح؟ احنا اللي بنشيل. طب انت ايه الحاجه اللي لا يمكن تعاتب فيها؟ الحاجه اللي يمكن اعاتب فيها ان انا احس ان انا مش فارق بقى مع البني ادم اللي قصادي واتاكد من ده. لا طبعا مش بعاتبه خالص. وانت هتتاكد منين غير لما تعاتبه الاول فتلاقيه مش فارق؟ لا بيبان. تكرار بقى. بيبان زي ما قلت لك من التكرار، تكرار الموقف اكتر من مره. يعني انا مثلا حذرت. ادينا مثال كده. هدي لك مثال. انا ولا اعمل ايه يعني عايزين نعرف. دي ولا واحده واحده كده هيعترف ان شاء الله. اديني وقت. انا مش هتكلم على ولاء علشان ما نزعلش من بعض بعد الحلقه. بس انت مش هقوم من هنا غير لما اخليكم تجيبوا بعض من شعركم. ولكن باختصار ممكن نقول سبب مشاكل كتير قوي. يعني لو في علاقه ما بين صحاب او علاقه ما بين حد مرتبط بحد وفي ثالث بيدخل، ده لازم بيبوظ العلاقه. طب وانت يا ولاء؟ يلا ولاء قرريني. مين الشخص اللي عايزه توجهي له رساله معينه لحد معين قدام الكاميرا كده ان انت مش باقيه على عتابه؟ مش شرط تقولي اسمه بس ممكن تقولي موقف كده. حد عشره عمري وكنا في حلم بينا فطلعناه مع بعض وبنبتدي نحققه مع بعض. بس من وجهه نظري اللي في حاجات هو ما صنهاش وانا عاتبته مره واثنين وثلاثه فمش عاتب تاني. خلصت بقى الموضوع. دخل بقى في اللي هو انت بتاعتي لوحدي فانا هخسرك كله. لا اركن انت بقى على جنب بقى خلاص. مش حابه عاتب. انا قلت فمش حابه بقى عاتب ومش حابه اعرف ومش مش حابه اي حاجه من من شكرا من شكرا مش عايزه. لا انا كده تمام قوي. احنا هنروح سوا. تقوموا احنا هنروح سوا. انتوا هتقوموا تجيبوا لي الطرف الثالث دلوقتي وترجعوا. ماشي ماشي حالا. يا رب ما يتفرج على الحلقه يا شيخ. ماشي منورتونا والله في عيش سعيد. عايزه اعرف منكم بس قبل ما نخلص كده بتعيشوا سعاده ازاي؟ كل واحد فيكم يقول لي كده ايه السر بتاع السعاده؟ انا السعاده بالنسبه لي شغلي. شغلك ده امتع حاجه. بطلع كل حاجه يعني اي حاجه مضايقاني تعبني في شغلي اكتر حاجه بتسعدني. وانت يا بنوب؟ انا السعاده بالنسبه لي قرار. قرار عميق اقسم بالله. انا كنت شامه فيه يعني العمق أنا من بدري. انا لما بقرر ان انا على طول حد بضحك 24 ساعه فاهماني؟ لكن هل ده يمنع ان انا لا اكيد في حاجات بتعكنن عليا وحاجات بتخليني متنكد. اتمنى ما اكونش حاجه من الحاجات دي النهارده. لا بالعكس. بس انا ما يعني انا بحب ابقى مبسوط طول الوقت، بحب افضي دماغي طول الوقت، قلبي واسع جدا مش ضيق. يعني انا ما بزعلش من حد.
في سلام، انا قلت جدا. في سلام يعني قلبي اكبر من ان انا اروح اقول لبني ادم انا زعلان منك، لكن لا انا بحس ان انا كبير على الزعل. يعني انا عمري ما جيت قلت لبني ادم انا زعلان منك بجد ولا بتاع، انا ممكن انكشه اقول له زعلان منك عشان مش عارف الموقف الفلاني، فنتكلم فنتعاتب فمش عارف ايه بس. لكن انا في الطبيعي لا، انا حد ما على طول مبسوط، نشكر ربنا بغض النظر عن ان في حاجات طبعا ما فيش حد بيبقى مبسوط طول الوقت، لا في حاجات صعبه جدا جدا الواحد بيمر بيها، بس اللي قلبه كبير او اللي بيحاول يبقى قلبه واسع او اللي عشمان في رحمه ربنا شويه، فاهم حاجه، ما بيبقاش عايز ينكد على نفسه، هي مش مستاهله، لان كده هتتعايش، كده هتتعايش، فعيش سعادة. يعني هتتعايش، يعني ان احنا نحبس نفسنا بقى في اي قصه انتهت، سواء كانت حب صداقة أي حاجة، ده وهم وهبل وغباء.